النهارده هنشرح نامي مصنفه من الشخصيات الميج بتلعب سبورت بس. الباسيف بتاعتك عباره عن اي حد من اصحابك انت استعملت سكيلاتك عليه هياخد من 50 ل 20% ابيليتي اساسي بيتحول الموف سبيد لمده ثانيه ونص. اول سكيل عباره عن بالونه بتلبس في عدو او اتنين وبتعمل له من 75 ل 285 زائد 50% ابيليتي اساسي وبترفعه لفوق لمده ثانيه ونص. تاني سكيل عباره عن موجه بتروح وبتيجي 3 مرات وسط الاعداء او اصحابك، ولما بتروح على اصحابك او عليك هتديك هيل من 55 ل 160 زائد 30% ابيليتي اساسي، ولما بتروح على عدو هتعمل له دامج من 65 ل 230 زائد 50% ابيليتي اساسي. تالت سكيل عباره عن انك بتدي لصاحبك بفه بتخليه لمده 6 ثواني الدامج بتاعه بيزيد من 25 ل 85 زائد 20% ابيليتي اساسي، ده كمان هتعمل سلول العدو من 15 ل 30% لمده ثانيه واحده. الالت بقى عباره عن موجه كبيره بتعمل دامج لكل الاعداء اللي بتعدي عليهم وبتعمل من 150 ل 350 زائد 60% ابيليتي اساسي وبترفعه من فوق لمده نص ثانيه، ده غير انه بياخدوا سلو من 5 ل 70% من ثانيتين ل 4 ثواني على حسب الموجه مشيت قد ايه.